بنحييكم في حلقة جديدة من مشاكل وحلول عبر تلفزيون لبنان، وين ما كنتوا أصدقائنا بلبنان بالعالم العربي وفي كل أنحاء العالم عبر محطات تلفزيون لبنان أرضية وفضائية. ببداية اللقاء رح نكون باتصال مع معالي وزير العمل الأستاذ سجعان أزي اللي شكره على قرار وزارة العمل من التحذير من استخدام غير اللبنانيين في العمل كسائقين تحت طائلة المسؤولية. طبعا هذا الموضوع هو مثار اهتمام كتار بلبنان والنقابات بنوع خاص، ومنهم ضيفنا الأستاذ مروان فياض رئيس الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل بلبنان. بده يشكر كمان معالي الوزير سجعان أزي. ألو ألو، إذن بيان وزارة العمل كان واضح وصريح، التحذير من استخدام غير اللبنانيين في العمل كسائقين تحت طائلة المسؤولية وحتى الملاحقة القانونية، بعد ما تبين للوزارة وجود عدد كبير من السائقين غير اللبنانيين يعملون على الشاحنات وسيارات الأجرة ومختلف أنواع المركبات من دون حصول على إجازات عمل بصفة سائق، مع العلم أنه ممنوع على غير اللبنانيين العمل بهذه الصفة وفقا لقانون العمل وقرار المهن المحصورة باللبنانيين. تحضر اتصالنا مع معالي الوزير. اسمح لي أنا حييك عبر مشاكل وحلول من تلفزيون لبنان وقول لك أهلا وسهلا فيك نائب. صباح الخير سيد الأولى لألك ولأسد التلفزيون. يطول عمرك يعني نائب. ببداية اللقاء قرار معالي وزير العمل، قديش مهم نقول أثلج القلوب، وبكثير من المراحل اعتبرتوا أنه في مسؤول استمع لكم وبيبين وقف حدكم وطلب القوى الأمنية أنهم ينفذوا القانون. أستاذ نقول أنت حضرتك تعرف طلعت معك عدة مرات. نعم. نحن كنا من الأوائل الذين يحاولون منع العمال السوريين من العمل على التاكسي والباص والأوتوبيس والشحن والصريج. نعم. ولكن وزير العمل أنا كثير بتشكره يلي أصدر القانون وأصر على تطبيق القوانين، ولكن القانون ناقص على القوى الأمنية ووزارة الداخلية تطبيق هذا القانون وقانون العمل اللبناني. طب بس يعني إذا بدك تسمح لي لو بدي أقطعك، ولكن بعض يعني زملائك بالنقابات بيقولوا أنه حتى على الشاحنات تعطونا سائق لبناني لحتى نستغني عن السوري، نحن جماعة بدنا نشتغل عندنا استثماراتنا. هيدا حاجة مش مزبوط. اليوم على أصحاب الشاحنات إعطاء الحق للسائق اللبناني يعني؟ براتب 800 دولار براتب 800 دولار وتأمين والضمان الشمالي. غير لبناني بيشتغل ب800، غير لبناني عم يشتغل ب400 دولار وبينام قلب كاميون بيعمله منامي. اللبناني بده 800 دولار بده ياخذ اكل لعياله، عنده مدارس عنده جامعات. نعم. عنده بيوت. نعم. اللبناني ما بيشتغل ب400 دولار. نعم. هذه كذبه بدعه لاصحاب الشاحنات والمافيات بالشاحنات اللبنانيه. نعم. نعم. على اصحاب الشاحنات تشغيل العامل اللبناني واعطائه راتب محترم يليق بالشعب اللبناني يليق بالعامل اللبناني. كل لبناني بيتمنوا يشتغلوا على شحن وصهريج واوتوبيس وشحن ومن وراء. بدك تسمح لي، انت اليوم عم تحكي بالمطلق حتى لو كنت رئيس اتحاد، وقت اللي بتقول يعني او تطلق هذه المواقف ميدانيا على الارض، شو هو الدليل اذا استغنينا نحن عن السائق الغير لبناني انه يكون عندنا سائقين لبنانيين؟ يعني عندكم انتم احصاء انه عندنا العدد الكافي لشاحناتنا اللبنانيه؟ صراحه عم نحكي، عم نحكي صراحه. هي. وعلى المكشوف وعلى الهواء مباشره مكشوف. نحن مستعدين نأمن سائقين لبنانيين لكل صاحب شاحنة نعطي سائق لبناني، ولكن بشرط إدخال السائق اللبناني بصندوق وطني للضمان الاجتماعي وأعطائه راتب 800 دولار وما فوق، لأنه صاحب الشاحنة اللبناني عم يشغل من 12 ساعة ل 18 ساعة. طب اليوم ببيان وزارة العمل ومشكور الوزير أزي يعني حذر يعني أصحاب الشركات والمؤسسات والأفراد من استخدام غير اللبنانيين بالعمل كسائقين. شركات فهمنا، مؤسسات فهمنا، ولكن الافراد ممكن حدا لبناني يشغل عنده شوفير غير لبناني؟ يعني التوفير إيه كمان هي ممنوعه بالقانون؟ اكيد بينون عمل لبناني ممنوعه. اسمح لي ياخذ الاتصال، صار جاهز معنا معالي وزير العمل سجعان أزي. الو. نعم. الو. نعم نعم عم بسمع. الو معالي الوزير، انا بدي احييك من تلفزيون لبنان من برنامج مشاكل وحلول، اهلا وسهلا فيك. اهلا معالي الوزير. يعني كنا نحن عم نحييك على الهواء لصدور هذا البيان عن استخدام غير اللبنانيين في العمل كسائقين. طبعا كان واضح جدا بكل بنوده، ولكن ميدانيا نحن منقول انتم كوزارة عمل عملتوا اللي عليكم، تطبيق يلي انتم بدكم اياه على الارض من مهام الداخلية والبلديات. معالي الوزير، اولا بشكر اتصالك، وثانيا بحيي ضيفك. انا ما سمعت شو حكيته لاني انا باجتماع. نعم.
أما بخصوص موضوع السائقين غير اللبنانيين على الشاحنات نعم. والأوتوبيس والباصات الصغيرة والسيارات التاكسي إلى آخره، حتى سائقين عند أصحاب منازل كمان نعم. هذا الموضوع بده حل. القانون اللبناني بيحصر هالمهنة باللبنانيين نعم. ولكن الشركات النقل المشترك والخاص عم بيسترخصوا العالم وعم بيوصفوا محل اللبنانيين سائقين غير اللبنانيين وبشكل خاص السوريين نعم. وغالبا ما السوريين إما ما بيكون عندهم دفاتر سواقة وإما ما بيعرفوا يسوقوا أحيانا، وعم بيصير حوادث كتيرة على الطرقات نعم. بالإضافة إلى أنه هالأمر قانونا من خلال قانون العمل اللبناني الحالي هالمهنة محصورة باللبنانيين نعم. طبعا وزارة العمل قادرة تاخد إجراءات، ولكن وزارة العمل من الدرك مفتشي وزارة العمل نعم. ما فيهم يوقفوا على الطرقات ويوقفوا السيارات نعم. ويوقفوا الباصات والشاحنات وينزلون، هيدي لا من صلاحيتنا ولا من حقنا نعم. هيدا واجب ودور قوى الأمن الداخلي نعم. ونتمنى انه هالامر هيدا يكون له متابعه على الصعيد التنفيذي ان شاء الله. بعد بالمقابل بالمقابل نعم. نحن انا لقيت طريقه اخرى يلا. انه رح ندعي كل هالمؤسسات اللي عندنا المشترك وشاحنات وكذا الى اجتماع ونقول لهم انه بخلال مهله معينه بدكم تلبنوا المركبات اللي عندكم اياها وتفتشوا عن اللبناني يشتغلوا وتعطوهم معاشات القانون اللبناني واللي بياخذ بعين الاعتبار الوضع المعيشي بلبنان نعم. وبالمقابل يعني كمان انا بدي اكون عادل، ما فيني اجي افرض هالقانون على اصحاب شركات النقل ومؤسسات النقل واللبنانيين يتكبروا على المهن ويتكبروا على العمل ويتكبروا على السواقة ويتكبروا على قبول عروض. يعني بالنتيجة أنا بدي أطلب من الشركات تبحث عن لبنانيين، ولكن إذا ما لقيت لبنانيين شو بنعمل؟ بنوقف النقل؟ ما في عندك هالشعب اللبناني المعتر بده يتنقل من محل لمحل صحيح. ما كله غني عنده سيارات خاصة نعم. إذا كمان اللبنانية بالمقابل يلي عم بيطالبوا انه نحافظ على اليد العاملة اللبنانية وانه نمنع المنافسة الأجنبية نعم. وانه نلبنن المهن، بالمقابل هني كمان بده يمشوا بقبول المهن. أنا ما عم بفهم كيف شعب مؤلف من 4 ملايين لبناني نعم. من أصله في 1,200,000 لبناني عايشين تحت سقف الفقر، في 25% عاطلين عن العمل، من أصل 25% في 36% منهم بعمر الشباب، وما عم نلاقي سائقين ولا ناطور بناي ولا حدا بيشغل بالمهن العادية. يسلم ثمك يعني هذا أمر مش طبيعي. مزبوط مزبوط كتير. معالي الوزير كان اللافت انه معليك يعني حددت تصحيح الوضع بخلال مهلة 15 يوم، يعني بنعتبر 15 يوم يعني بعد من 15 يوم ما بلشت، بتبلش لما بنعمل اجتماعنا مع المؤسسات نعم. واصحابها ونحكي نحن وياهم، بدنا نستمع الى همومهم ومشاكلهم لانه يمكن هني عندهم صعوبات نعم. كمان بدنا نستمع لوضعهم لشكواهم، لانه انا ماني من النوع يلي او مع الغني او مع الفقير او مع الفقير او مع الغني، انا في بين هالاثنين على طول في حلول. بدنا نسمع للطرفين، طرف اصحاب المؤسسات النقل واضح. نعرف شو مشاكلهم ونقول لهم شو نحن بنتمنى، وعلى الاساس هيدا ببلش سريان موعد لبنة قيادة الشاحنات والباصات والسيارات بلبنان. نعم معليك اللي عم يسمعونا يعني بيعرفوا انت متابع وحريص جدا على كل الملفات اللي حضرتك بتتولى معالجتها، يعني بدءا من خلال الايام بنقول انه هذه القضية يعني رح تشهد يعني قرار جدي بالتنسيق ما بين وزارة العمل يلي عودتنا على الجدية مع القوى الامنية يعني حتى نقول باللشنة بحد اقصى نعم. منتصف الاسبوع المقبل بحد اقصى بيكون اعطينا كل التوضيحات وكل
الآليات التنفيذية لها الموضوع هيدا، ولكن برجع أقول لك وزارة العمل بدها تنجح، بدها تنجح مش واحدة، بدها تنجح مع وزارات أخرى مع أجهزة أخرى، لأنه نحن منا الدرك. وأنا أكيد أنه وزير الداخلية يلي منحييه ويلي منحييه على كل يلي عم بيقوم فيه بهالمدة بالحفاظ على الأمن وما عم بيخضع على المزايدات والتهويل وإلى آخره، أكيد أنه وزير الداخلية بيتجاوب مع هالموضوع هيدا، والقوى الأمنية بتتجاوب مع هالموضوع هيدا، لأنه أنا مني لبناني أكثر منهم ولا أنا بزيد على غيري، كليتنا بدنا نحط إيدينا مع بعض مشان خدمة هالناس يلي بلا عمل. يعني أنا اسمح لي أشكرك معالي الوزير، بقول أنه هذه المشكلة يمكن راح تلاقي حل يعني من خلال مهمتك ومن خلال إصرارك ومن خلال متابعتك الحثيثة. أنا بدي أشكرك، وكمان ضيفنا الأستاذ مروان فياض بده يشكرك. حيي والله يأخذ بإيده، وأنت شكرا كثير لك ولتلفزيون لبنان. أنا بتشكرك معالي الوزير على القرار الجليل اللي أخذته اللي تطبيق قانون العمل اللبناني للحفاظ على الجبهة الأمنية اللبنانية. خلينا هيك، شكرا معاليك، أهلا وسهلا فيك. طبعا أصدقائي، هذا الملف اللي نحن كنا عم نحكي عنه، بنشكر الوزير سجعان عزي الحريص دائما على إعطاق كل إنسان حقه. نائب يعني قد بيكبر قلبك وقت اللي بتقول بخلال مقابلة 2-3 حكينا وصرخنا وعلينا الصوت وعملنا بيانات ومؤتمرات صحفية. اليوم وزير عم بيحاول يعمل شغله وأعطى المهلة الكافية لضمان نجاح الاتصالات بين الوزارات والإدارات المعنية لتطبيق القانون. قديش بيعجبك الموضوع؟ يعني أستاذ نقول حقيقة هدا نتيجة الشغل والمتابعة مع كل الوزارات. نحن كاتحاد عام للنقل صارنا أكثر من سنة من عيني ونطلع الصخة أنه الحفاظ على اليد العامله اللبنانيه وابعاد اليد العامله الاجنبيه وخاصه السوري عن المهن الذين يعملون فيها اللبنانيين، والحمد لله انه تفضل وزير ازي امبارح اصدر القانون لتطبيق قانون العمل اللبناني. هذا انجاز كثير مهم، انجاز لوزاره العمل، انجاز للعامل اللبناني، انجاز للاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل في لبنان. ولكن نحن ما حنوقف هون، في كمان عندنا مهن ثانيه العمال الاجانب يعملوا محل العمال اللبنانيين. خلينا ننقل الدرج خطوه خطوه لنخلص من قصه النقل العمال الاجانب، حننتقل لموضوع ثاني وهي العماله بشكل عام، ان كان محل خضره او محل سوبر ماركت او محل حلاقه او محل اسماك واجبان والى اخره. نحن ما نوقف هون، ولكن اخذنا الدرج خطوه خطوه. هي خطوه جباره اصدرها وزير العمل بعد متابعه والى شغل بعد سنه مع وزير العمل ووزير الداخليه الوزير مشكور. الفضل يعود لاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل في لبنان لتطلع مع وزير العمل لاصدار هذا القرار، وان شاء الله على القوى الامنيه باقرب وقت تطبيق هذا القانون على الارض ليتم التعامل مع العامل الاجنبي والحفاظ على العامل اللبناني. نائب يعني بدك تسمح لي اليوم، انت حتى لو كنت رئيس اتحاد ولكن الكل بيقولوا انك انت دائما بتعلي يعني السقف، بتعلي الصوت، بتكون دائما متشنج، بتكون عصبي فيما يتعلق بحقوق السائقين، يعني ما بتترك مجال بدك إياها 10/10، ما عم تقبل بأنصاف الحلول، ولكن الواقع بده شوية دبلوماسية. نحن حقيقة حاجز ما بنقبل تحت الطاولة، نحن كل شغلنا فوق الطاولة. اليوم لك عم تضعف الحق العصبية. لا بالعكس، نحن كلمتنا واضحة، مطلبنا هو مطلب وهذا المطلب حضرتك من سنة. بس في وضع شاذ وفي وضع يعني اليوم كتر خيره الوزير سجعان أزي يعني عم بيحاول أنه يسمي الأمور بأسماء أو يوضع النقاط على الحروف مثل ما أنتوا بدكم. نحن كل مطلب محق فيه حنتابعه للآخر بغض النظر إذا تنفذ هلأ أو تنفذ بكرة، ولكن المطلب ما حيتنفذ حنتابعين فيه، المطلب اللي تنفذ حنحطه ورا ظهرنا ونكمل المطلب. بس كان صريح الوزير وقت اللي قال إنه في ناس بدهم يشتغلوا، نحن رح نحاول نطبق القانون، ولكن إذا اللبنانيين يعني مع كل تقديرنا لقانون ما حبوا، أنا برأيي اللبنانيين بيشتغلوا بس تعطيه معيش مرتب. طب أنت من هلأ عم تحكي إذا الوزير إجا طلب منك جردي قالك بدي 10 شوفيرية عندك؟ نحن مستعدين أمن 20 شوفير. نحن مين؟ نحن كاتحاد عام للنقل عندكم عنا مستعدين أمن، عنا مستعدين أمن أكثر من 20 شوفير. نعتبره هذا إعلان على الهواء هلأ، فرص عمل لتصحيح الواقع الشاذ بالضبط، إنه كل سائق لبناني بيشتغل أو بحب يشتغل على شحن أو شطاريش يتصل بالنقابة عندكم، يتصل مركز الاتحاد على الدورة، ونحن مستعدين نأمن سائقين، ولكن على شرط يفوتوا على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبراتب من 80 وطالع. مش قديش نسبة السائقين اللبنانيين يلي بيقودوا شاحنات؟ 10% حاليا بالوقت الحاضر. طب كيف رح نقدر دوري 90%؟ من وين بدنا نجيبهم؟ والدليل على ذلك انه كل الحوادث المصير على الطرقات من الشحن والصهاريج
هي عمال سوريين. الحادث اللي صار مؤخرا على نهر الموت يعني الله يرحم اللي راحوا انت سوريين. دقائق وكان عندك انت تعليق صحيح هيدا الدهل النتيجه تبعها يعني انه اصحاب الشاحنات. طب بس خلينا نكون منطقيين، حادث سوريين. حادث بيقولوا وممكن انه يصير مع اللبناني بدليل انه احنا بلبنان عم بيصير عندنا حوادث عم يصير بس مش بلا شك. انا هون ليش بقول لك البعض بيقول عنك بعض الاحيان عذرا عنصري ومتعصب. لا مش عنصري ولا متعصب، انا مع السوريين ولكن انا مع اليد العامله اللبنانيه اولا. نحن ما عندنا شيء ضد السوريين نهائيا ولكن انا بدي احافظ على اليد العامله اللبنانيه. انا بيهمني اليد العامله اللبنانيه ما تاجر لبرا ان كان سائق او كان عامل او كان تاجر ما يفل لبرا مثل ما بيصير هلا. انا كيف بدي احافظ على اليد العامله اللبنانيه؟ كيف بدي احافظ على وطنيتي؟ خلينا انا وياك نشوف سوا ريبورتاج مرق معنا بالبرنامج ولكن يعني من خلال يعني وحي هذه الشكوى، لانه وزاره العمل حذرت من استخدام غير اللبنانيين بالعمل كسائقين. وخلينا انا وانت نشوف سوا الريبورتاج وبدي منك تعليق عليه بعد ما نشوفه. اوكي نشوفه. عمشيت جبال جونيا من البور اطلع على عمشيت جونيا جبال. لا انا سوري اخذ 800 دولار شركه يوسف بكر سوري. لا بشتغل عند منير عز الدين. واضحه القصه اكيد عم ياخذوا مدرب ومدرب غيري. نحن ومش عم فينا نطلع خبزاتنا وبمكتب كمان بمكتب مش عم فينا نشتغل. كيف هني عم يضربوا؟ اكيد عم يضربوا كتير. اكيد عم يضربوا بمصلحته ومصلحه الشوفيريه ككل. يعني بسوق لما بده يطلع راكب مثلك مثله عم يشيل من طريقك اول شيء، عرفت كيف؟ هو لا عم يدفع ضرائب لا عم يدفع ضمان ولا عم يدفع ميكانيك ولا عم يدفع شيء. عم يستاجر السياره ويشغلها 24 24. ما هني ما بحق لهم، لانه ثاني شيء ما معهم دفاتر عمومه ولا لا. اوقات بيقفوا حد الشرطه بيطلعوا ما حدا بيقول لهم شيء. في شوفيريه كثير عم تنافس، اللي خصه واللي ما خصه عم يشتغل ولا منه محمد. بضيعوك بياخذوك على الصينيه بكون بتصير عايشه بكار والله بتضيع. اللي تعود عوض يعني الشوفير غير اللبناني، حتى اللبنانيين ما بيعرفوا التراث. اللي جاي من المحافظات ابن بيروت خلص يعني ما بيقدر يعرف الاماكن اللي بيعرفها، بس بيروت صارت بتضيع يعني الاكثر من المحافظات اللي عم تنزل على بيروت. وعندك ما تنسى انه عندك نسبه من اخواننا السوريين والفلسطينيين وهي عم يشتغلوا وما في مراقبه. طبعا بيضروا كل السواقين، لانه بيبقى الشوفير اللبناني شاري سياره وحاطط دم قلبه عليها، بيجي السوري بيشتغل على بيستاجرها ب 20 25 ألف وبيشتغل عليها. ما عم يضرب علي هو، بتكون انت عم تحكي مع طلب تلاقيه واقف ورا منك بتقول له ب 20 بقول لك ب 10. هذا اللي بيضرنا عمال وشوفيريه وكل شيء، ما حدا عم ينظم هالمواضيع ابدا. اكثريتهم سوريين شوفيريه التاكسي. مافيا وفلتاني بالبلد. انا سوري كولا، هيا كولا حمراء عم ناخذ 500. اللي كانت اول 1000 قام الحاج نزلها لل 500 صاحب البوستات مشان هالعالم يعني مشان هالعالم يعني. انا من صوب حمص يعني قريب على الحدود يعني على غرب. انا من 2003 عم اشتغل. شيل الراكب اجره 500 يعني هيك صاحب المصلحه حجي يحيى عز الدين يعني. بس أكترية وقتي بطلع بالتاكسي وبتسائب إنه كل ما بدي أطلع بالتاكسي أكتريتهم ما بيعرفوا الطريق، يا أما بيبرم فيي بيعمل لي برمة العروس. بكون مثلا رايحة مشوار بياخد 10 دقايق بياخد نص ساعة ساعة ما فرقاني معه وما بيكون لبناني. يعني هيك ما بيصير صراحة. نحن اللبنانية أنجع عم نطلع لقمتنا عم يجي يشاركونا كمان باللقمة. صراحة هيك ما بيصير. أقل شيء شوفير التاكسي إنه الوحدة خصوصا يعني البنت لما بتطلع بالتاكسي تأمن إنها تكون طالعة مع واحد لبناني. أول شيء 3 أرباع سوريين صاروا شوفيرية وما بيعرف الطريق وما معه دفتر سواقة. ويعني في صارت مع أحد الأشخاص أصحابنا طلع مع شوفير سوري وصار معه حادث ترك السيارة وفل هيدا الشوفير. بخاف أطلع معهم يعني ماني مجبورة أنا لما أطلع بالسيرفيس إني أخذ وأعطي مع الشوفير وما بأمن صراحة. يعني هي البيئة اللي هن جايين منها غير البيئة تاعتنا. عبر مشاكل وحلول اللي كنا عم نشوف سوا هالروبورتاج أستاذ مروان كرئيس اتحاد وكنقيب وكلبناني شو عانيك منه أكثر؟ يعني عانيني أغلبية السائقين كنت عم بتعلق دغري العمال السوريين وهذا مخالف لجميع القوانين. كمان بدنا شوي اللبناني يفهم
ويصير عنده شوية وعي. بس شوف شو وعي بده يقول له اذا قال له تاكسي بس انت لبناني من وين بس يشوف لاجته سوري ينزل من السيارة بركي ما حكي يعني عن جد عم حكي اكل شيء انه يقول له بونجور او بونسوار تاكسي يقول له نعم نعم من كل التعب بنعرف انه سوري او لبناني كمان هدي بدها تساعدنا اللبناني بده يساعد اليوم كمان. وزير العمل يعني حذر واعطى اصحاب المؤسسات مهلة بعد الاجتماع اللي راح يصير جمعة الجاي صحيح بتتوقع انت كل جدية راح تكونوا انتم الى جانب الوزارة مثل العادي مثل ما كنتوا مثل ما بعدكم اي طبعا انا جانب للوزير ولجان تطبيق جميع القوانين على جميع الأراضي اللبنانية بإخاف العمال السوريين عن العمل بكل المهن اللبنانية اللي ما بيسمح لنا القانون يعني ضمن القانون أكيد ضمن القانون طبعا لأنه أنت صرحت وقلت أنه ما عندك شيء ضد السوريين نحن ما عندنا شيء ضد أي سوري ولكن أنا عندي شيء ضد في قانون عمل لبناني بدنا نطبقه نحن بدنا نحافظ على العمال اللبنانية والعمال اللبنانية طب في غير في غير سوري عم بيشتغل شوفار أكيد لا بس ما شفنا الا سوريين ما شفنا هم رانين ولا حالة الا سوري طب كمان اذا بدك تسمح لي بدي استوضح منك لانه في بيان صدر عن اتحاد نقابات سائقي السيارات العموميه في بيروت نعم يطلب من وزير الداخليه وهذا المشنوق ورئيسة مصلحه تسجيل السيارات اولا ايقاف مخالفه القانون بمنع نقل ملكيه المتوفي الى افراد عائلته نعم بدي اسالك شو رايك هون رايي انا المتوفى إيه حق العائلة تبعه تنقل الملكية من المتوفي إلى الملكين الجدد نعم هون وزارة الداخلية مصلحة تجارة السيارات عم تخالف القانون نعم عم تخالف القانون عم تمنع نقل الملكية لأني الورثة وهذه مخالفة لجميع القوانين مفروض على مصلحة تجارة السيارات وزير الداخلية السماح بنقل الملكية من المتوفي إلى العائلة طيب عدم تسجيل ميني باص أو باص إذا كان أنقاضا والإجراءات الإدارية للسائقين العموميين وخصوصا أصحاب الميني باص والبساط لا نحن مع تسجيل إذا كان نعم. إنقاذ وصح بده يشرعوا بتسجله على مصلحة تسجيل السيارات إلى تعمد إلى تسجيل هذا الباص طب ليش أنت بتقول مع وغيرك بطالب من الوزير بقول له لا يعني لا. شو ليش شو الفرق بين النعم يمكن ولا يمكن ما في لغط صار في لغط لما عدنا نحن باجتماع مع رئيس مصلحة تسجيل السيارات إيش بالق نعم. حسب القانون العام القانون السالي طلع آخر شيء بيقولوا إنه الميكروباص والأوتوبيس عدم تسجيل وعدم نقل الملكية نحن قعدنا مع رئيس النافعة مع سعادة النائب محمد أباني تعدل تيل مدة اللي موجود بالبيع موجود اللي أنا ملكيته بدي بيعه إيه الحق بيعه أوكي. ولكن اللي جاي من برا ممنوع بده يجي حسب المواصفات الجديدة استاذ مروان كمان بموضوع تطبيق قانون السير انتوا هيدا عم بتطالبوا فيه لجهه نعم. تامين الحمايه لعمل السائقين نعم. ولكن انا بلاحظ يعني نحن من سنوات بالبرنامج في امور بنحكي عنها وبنشوف انه سهل جدا تطبيقها ولكن بالتصنيف بعد مشاكل وما عم بتشوف حلول والمسؤولين بيعرفوها والمعنيين بيعرفوها وانتوا ضليتوا عليها بالاصبع يعني شو هي ترجمة هذه الملفات؟ هل هو تقصير؟ هل هو مقصود؟ هل هو عدم قدرة؟ شو هو؟ اليوم القوى الأمنية من بعد صدور قانون السير الجديد نعم أكيد كله ماشي القانون بالأزم كل منك يعني مش القانون مش القانون ولكن القوى الأمنية كانت غير مجهزة لتطبيق هذا القانون وفي مواد بعدها بدها تعديل راحت على مجلس النواب لحد الآن لم تعدل ولكن كمان ما نحط الحق كله على القوى الأمنية كمان في حق على المواطن اللبناني نعم. يلي هو كمان ما عم يطبق القانون انك من ناحيه الحزام الامني او من ناحيه السرعه او اشياء كثيره ما نحط في كل حق على القوى الامنيه المواطن اللبناني بده يساعد كمان بهذا الموضوع لحد اليوم نحن بعد ما عندنا مجلس وطني للسلام المرور بعد ما تالف لحد الان يعني شو قراءتك لهذا التاخير قراءتي بالسياسه شو دخل السياسه بالسياسه لانه المجلس بيتالف ويتألف من جميع الأفريقاء من جميع الأديان من جميع بالسياسة الصراحة يعني للأسف طب للأسف. كمان اللجنة الوطنية للسلامة النورية كمان بعد يعني كمان ما تعيني طب ليه يعني في تقصير من الداخلية وتقصير من سعادة النائب محمد الأباني وإلى آخره ليه بنقول تقصير من الداخلية لأن المفروض على الداخلية تأليف هذا المجلس بدك يتركوا له وقت المباشرة بالعمل له وقت المباشرة بالعمل ما عم يتركوا له وقت المفروض يعطيه وقت للنقل كمان نعم المفروض يعطي الى قطاع النقل هذا الوقت هلا في شيء مهم وفي شيء اهم بالملفات كمان هذا ليش بنقول قانون السير هو بين الملفات هو الاهم صراحة. يعني خلينا نبلش من لا شيء اذا عم نقول قانون السير يعني مش اهم خلينا نبلش من تطبيق قانون السير في النفايات كمان نطبق غير شيء او النفايات هن اللي عم بيسيبوا يعني في امور كثيره في النفايات في قانون السير البلد كله خربان استاذ نقول
البلد كله خربان. اذا بدنا نقول ما في شيء خلينا نبلش اقل من شيء لحتى نوصل. بتعز علي وقت اللي بسمع اللبناني بيقول بلد خربان، ليش بدنا نقول هيك؟ انا معك، بلد ما فيها شيء، زبيله نعم. على الطرقات، اشغال ما في، سواح ما في، مطاعم عم تسكي، فنادق فاضيه، غلا مدارس، غلا جامعات، غلا مواد غذائيه، يعني غلا اسعار تاكسيات، كل شيء غالي. تاكسي غالي هلا، والحد الادنى للاجور بعد متطور بعده 2000 ليره يا بس. رخص البنزين، رخص البنزين لما كان 36000 تحملنا بعدنا بال 2000 ليره. هلا انتم كان بدكم توصل 25، تتذكر كم مقابله وعملنا، قلت خلينا نشتغل على التسبيح بعدنا 2000 ليره، خلا تنزل ل 20000. انا مستعد نزل تعرف السيرفيس، ما عندنا مشكله. لشيء وصفت على البنزين زي زنوله، وين الوليب، وين الفريمات، وين الزيوت، وين التصليح، مزبوط كله هذا غلي بس على البنزين. طب نقيب يعني هذا القطاع اللي نحن عم نحكي عنه ونلاحظ انه دائما مشاكله دكمه بالسله، يعني بالكميه وبالجمله، امتى بدنا نبلش نقول عندنا 1 2 3 لحتى نقفل هذا الملف ومنعود نحكي عنه الا باطار لقاءات توجيهيه؟ تنقلكم شكرا. بدك صراحه؟ صراحه هذا الموضوع داخل في السياسه، موضوع قطاع النقل وتنظيم قطاع النقل كله هيدا بالسياسة. انت بتحب السياسة؟ ما بحب السياسة، بكره السياسة. انا بدي اشتغل على الارض. اعطيك انا بس نقطة صغيرة، نحن باجتماع معين انا طرحت لبنان يكون 5 محافظات، الشمال البقاع، الشمال جنوب، خمس محافظات. لا هيدا قبل ما يصير 7، قلنا 5 محافظات يكون لكل محافظة لون. مين مش فيها؟ ما حدا مش فيها. احد النقابيين بيقول لي شو انا بدي اشتغل بالثلجات بالجبل؟ شو خص الثلجات بالجبل ب ب طب شو المقصود تغيير الوان السيارات اذا ممكن؟ لحتى نساعد، لحتى نساعد عبور السير. نعم. يعرف هذا الحمراء لبيروت، الصفراء للبيع، الخضراء للجنوب، لحتى نساعد عبور السير. اذا كانت عموميه طبعا. ايه اذا كانت عموميه طبعا. انت عم تحكي عن لون السياره ولا لون النمره؟ لا النمره السياره. اه كلها. لحتى نلوخ لا 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 شو نقيت لبيروت اي لون؟ ما نقينا بس نحن طرحنا 5 الوان. لا شوف سياستك لوين؟ طرحنا 5 الوان. لسؤال حظ اي الوان اي الوان اي الوان اللي اي الوان ما قلنا 5 الوان اي ما حببنا حتى طرحنا 3 محطات حتى بيعية محطة جنوبية محطة شمالية ما بنشوفيه ولا بنشوفيه نعم وترك العمل لبيروت جبل لبنان للمقيمين والساكنين في بيروت وجبل لبنان ما بنشوفيه طب لو خير لك تختار لون اي لون بتختار لسيارات بيروت احمر اللون الاحمر ايه كل السيارات تكون حمراء كل سيارات بيروت تاكسي حمراء حلوة بيروت طب اليوم موضوع تجديد الأسطول قبل ما نخلص برنامجنا ويخلص الوقت المحدد يعني تجديد الأسطول كمان كان هو يعني من أحلام المشروع يا حميس النواب نعم يشرف النواب يجتمعوا بتجمعوا سيارات حمر من برا أو خضر أو صفر ولا مش ضروري نغير لهم هون بندعم بلبنان بتجيب شركات دعايات اليوم نعمل فرص عمل كمان بتجيب شركات إعلانات تدهن السيارة تحط إعلان على السيارة ليستفيد الشوفير هي من الأفكار المطروحة يعني شركة الإعلانات هي بتغير لون السيارة وبتعطيه أجار الدعاية للسائق إن شاء الله إن شاء الله هذه من الأفكار المطروحة إن شاء الله عنا قريب بنلتقيك وبتكون جاي لعنا في سيارة حمراء إن شاء الله تنقول هاي سيارتك يا مروان حمراء أهلا وسهلا فيك نقيب أنا بدي أشكرك رئيس الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل في لبنان فاصل مع الإعلان وسوا بنتابع مشاكل وحلول متابعين مشاكل وحلول عبر تلفزيون لبنان واقع التلوث البيئي بلبنان ممكن يكون هو محط اهتمام كتار منا ولكن رؤساء البلديات بيكونوا كتير أحيانا معنيين أكثر من غيرهم لأنه هن مفتاح الحل إذا كانوا بيتمتعوا بالإمكانيات المطلوبة رح ناخذ الاتصال قبل ما نشوف ريبورتاج من رئيس بلدية الجي بقضاء شوف الدكتور جورج نادر القزي ألو ايه اهلا استاذ اهلا وسهلا فيك رئيس يعطيك العافيه اهلا فيك سهلا سيدي انا كمان يعني بالواقع وقت اللي بينقال انه في تلوث بيئي بين بلديتي جدره والجيه بالشوف اولا بسبب معمل الكهرباء وثانيا بسبب احراق النفايات كمواطن وكرئيس بلديه شو بيعنيك هذا القول او هذه الاتهامات اذا كانت مصوبه على البلديات يا خي بتعرف هلا بكل المناطق نفس الموضوع نعم نحن قالوا لنا بتجمعوا هالنفايات بمحل وبتنطروا ليجي الحل من الدولة مين يعني رئيس مين اللي قالنا الدولة اللي عم تقول انه بس يفتحوا يعني نعم. الحل اللي عم يطرحه الوزير نعم انه بس يفتح مكب اسرار
ومكب او مكب النفايات على الاقل راح يقيموا كل النفايات وحطوها هونيك المجمعه المجمعه. شو صار؟ احنا عم نجمع بمنطقه هونيك حد معمل الكهرباء. هلا على الشوب على الشمس من وقت لوقت ما حدا بولع هي بتولع من وقت لوقت هي القنين لوحده بيقول على حاله قنين الريحه بيعطوا نتفه بس يعطوا نتفه نار بش امينه او شيء على الحراره عم تعطي بس نحن عم نروح دغري نطفيها دغري عندنا على طول الاجهزه البلديه السترنات وهذا طبعا المي دغري بتروح يعني ما عم تهدي الا وقت طويل لحتى تكون طفيناها بس بتعرف هلا في بعض ناس انه هو عم يحرق كذا يا اخي اليوم نحن واعيين بمشكله كلنا سوا والناس بدها تتحمل مثل ما هي عم تحمل البلديات كمان نحن تفاجئنا بالموضوع ما حدا مستعد له بدنا نشارك بعضنا بالمسؤوليه ما بدنا مثل ما عم بيصير كل واحد يدير على دار الثانيه رئيس انا بقدر انا بقدر صراحتك وقلت تفاجئنا طبعا يعني هذه المفاجأة يعني هي بحاجة يعني لقرارات لبعض القوانين اللي بتسلحكم لحتى تقدروا تتخلصوا من النفايات. الواقع اليوم شو بيقول بعد المشكلة مأزمة بعد اللي عم بيصير عم بيصير ولا موعدين بحلول؟ يعني نحن حقيقة بقش فيه إلا يطبقوا اللي عم بيقولوه. إذا طبقون للي عم بيقولون إنه هلأ الموجودين بيقيمون نحن عم نستعد للمستقبل. كل بلدية هلأ على الاقل انا في مخصنا نحن بجي مستعدين نحن هلا بلشنا بمشروع نعمل معمل لنا للفرز بلدية بس لبلديتنا فرز بس مش معمل معالج منيح لجي بس عم نعمل اسا نحن معمل للفرز لجي بس في حال المعمل المعالجي لانه بتعرف الفرز لا يكفي مع الفرز المنزلي وفرز بالمعمل اللي بيبقوا نحن عم نعمل باتحاد بلديات اقليم الخروب عم نعمل معمل معالجه للكل بلشتوا لكل فيه؟ بلدياتنا بلشتوا فيه إيه لا نحن هلا اخذينه مثل ما عم بتقول الدوله تاخذ قرارها يعني بتقول 1 2 3 وتعطي المصريات للبلديات بس تعطينا المصاري نحن رح نبشر بالشغل لهلا ما اجاكم شيء لا لا كله بعده حكي على بتعرف حكي اعلام بس حكي على الاعلام حكي ما في شيء بعد بس البلديات اللي هي عم تقدر تعمله عم تعمل دراسات يعني عم تدرس الوضع بكل ضيعه بضيعتها ليشوفوا في حال نفذت الخطه شو فيهم يعملوا هي كل القصه. طب رئيس يمكن الكل بياخذ يعني بأيدني بالقول يعني عن الجي ومشاريع السياحيه يعني بين تلوث الكهرباء من الهواء وبين حرق النفايات قديش هالشيء له تداعيات على القطاع السياحي بالرغم من كل الاوضاع المره يلي لبنان عم يعيشها اليوم قديش يعني التلوث البيئي مؤثر لك للحقيقه اللي شركه الكهرباء التلوث اللي بتعمله بتعمل على اماكن سكنيه يعني بتعملها الساعه 6 الصبح 7 الصبح بيقوموا بيعملوا هلا ما بعرف شو بيحرقوا شو بيحرقوا المهم بطلعوا دخنه غريبه عجيبه يعني صرنا كذا مره محتاجين بس شو بدك تحكي يعني على منطقه ما زال متركزون يعني نحن عم نحكي مع ناس هن مش عارفين شو بدهم يعملوا يعني هن منهم موجودين عم تحكي مع ناس منهم موجود يعني انا كل شيء اعتراضات على الكهرباء وعلى شن الكهرباء وعلى كذا بتعرف موضوع صار بتملوا الناس يعني فنحن مش عم تاثر على مشاريعنا السياحيه لانه انت بتعرف مشاريعنا نحن مشاريع بحريه كلها بحريه يعني سياحيه بحريه وحلوه تنشط من الظهر وطالع بكلش فيه من التلوث ما في تلوث فيه نحن بالجية هلا محافظين على المي اهم شيء المي عندنا مية البحر نظيفة والشط نظيف هيدي التلوث هذا اللي من شركة الكهرباء ما بيطال بعدين هي حريق النفايات هيدي ما فيها شيء هيدي رئيس تعرف انت اليوم نعم رئيس انا بدي هنيك على دبلوماسيتك لانه كسرتها وجبرتها يعني قلت انه التلوث الساعه 6 ونحن شغلنا بيبدا بعد 12 يعني ما في يا جماعه تلوث لا لا صحيح لا اسمح لي حييك واشكرك ونحيي جهودك هلا رح نشوف ريبورتاج من خلال الناس شو بيقولوا عن هذه التلوثات المنتشره بين بلديتي جدره والجيه بنشوفها وبنرجع نتابع سوا مشاكل وحلول شكرا لك بين ريحة الزبالة خيي وريحة شركة الكهرباء الغاز اللي شيء مش طبيعي كل يوم تطلع حساسية العالم تلاح تموت يعني بالآخر أكيد سرطان ما فيش مفر منه
ما بعرف يعني شو الحل، ما مش عم نلاقي. عم بيجيبوا فيول نوعية رديئة جدا يعني، وعم طلع روايح إذا شامينا هلأ أنت ولا ما بعرف. فنحن كل يوم عايشين بهال سنين، كنا نحن بنجي على الشغل ندلل الساعة 5، بس اللي قاعد بالمنطقة كمان 24 عم تدلل الريحة. يعني يمكن 5 سنين هون العالم كانسر كلها سوا، زائد إسا بلشنا بالزبالة الحمد لله يعني عم بيولعوها ما بعرف. يعني نتمنى أنه يكون في شيء حل وعلى السريع. يعني انه شركة الكهرباء كنا بالاول عاسس في شركة كهرباء، هلا جابوا لنا زبالة وجابوا لنا مليون شغلة لا اكثر واقل ودبان وجاي ومتنا، شو بدك اكثر من هيك؟ قبل سنتين كانت شركة تعطي دخنة ما في ريحة، بس هلا في ريحة قوية عم تعطيها شركة الكهرباء، ريحة غاز، عرفت كيف؟ عالم كتير عم بتعاني منهم، يعني اللي بيجي لعندنا لهون على المنطقة بقول شو الريحة اللي عندكم، عرفت كيف؟ يعني لفوق اللي فوق يمكن ما عم بيحسوا فيها، بس اليوم لحد شركة الكهرباء عم بيعانوا منها كتير. حتى اللي هون عم بيسكن بهالبناية عم بيستأجر بيت أكتر من 2 أو 3 ما عم بضاين، عم بيرجع يترك بيته ويطلع من هون. هلا عنا مكب زبالة هون ودخنته بالليل بتتولع بتطلع حسب الهواء، بس يكون هواء لعنا لهون بتجي لعنا، هواء لهونيك بتطلع لهونيك، حسب الهواء بتروح هي الدخنة. يعني دمار شامل كم اللي زرية عنا هون. مين بده يسأل؟ يعني أنا بدي انزل سكر طريق، مين بده يرد علي؟ مع دخنة زبالة القهوة كتير طيبة، كثير الدخنة عم بتضايقنا، يعني حسب الهواء عم تطلع، حتى يعني بس تطلع بتنقط نقط صود، يعني تطلع على السيارات كلها نقط صود عليها، كثير عم بتضايقنا دخنة الكهرباء. وهلأ اجتنا الزبالة اللي هون وما بعرف شو بدهم يعملوا، الدولة مش سألانة وهالشعب رايح بهالمغلطة شو نعمل. هون المكب كثير كثير مسبب لنا، يعني مسبب لنا برغش، مسبب لنا روايح كتير يعني. وشركة الكهرباء كمان أول شيء ما في كهرباء أبدا، وتاني شيء يعني صوت مزعج كتير. كل شهر عم يتوحد بالسرطان، كل شهر أبيك رسمي يعني وبصدق كل شهر برجع عم يتوحد بالسرطان كتير. عم تأثر علينا بالنسبة للدخنة، بالنسبة للشحبار، الريحة كتير يعني زعجتنا. والصوت بكفيك صوت الشركة، يعني مرة ظلت جمعة متواصلة كتير شي مزعج يعني. طبعا بعد هالمعاناة اللي كنا سوا عم نتابعها بواقع التلوث البيئي بين بلديتي جدرة والجية، وبعد الاتصال مع رئيس بلدية الجية دكتور جورج نادر الأزي، هلأ اتصالنا مع الأب جوزيف الأزي رئيس بلدية جدرة. ألو الو الو ابونا، يعطيك العافيه، اهلا وسهلا فيك. يعطيك العافيه لكم استاذ الاولى، اشتقنا لك يا ابونا، اشتقنا لك. ابونا اكيد احنا اشتقنا لكم، واكيد الموضوع كثير دقيق وملح، هيدي ازمه على الجميع اكيد. يلا ابونا فيك. وانا بالمناسبه يعني الظرف الطارئ دوات مره كنت انا عندكم بهاللقاء الحلو معك، كنا عم نطالب بالربيات اللي عم تنكب على جيب الطرقات، كنا عم نطالب بالنفايات اللي كان عم تنكب على الطرقات، كنا نحن عم نحسن ونجمل هالمنطقه اللي انزعجوا منها الاهالي ومعهم حق ينزعجوا. نعم. ونحن بنعترف، انا اعتذرت عده مرات من الاهالي، لانه ولكن قدام الازمه على المستوى الوطني، مش بس على مستوى جدرة، على مستوى الإقليم، إنما هي أزمة وطنية بكل معنى الكلمة، أزمة وطنية بسبب سياسة الحكومة اللي تقاعست عن إيجاد الحل خلال سنة ونص من الإنذار اللي أعطوه على إقفال الملف. فلهالسبب نعم. أنا بدي أقول هيدي المنطقة منطقة سياحية الامتياز. نعم. نحن دفعنا أموال لحتى نضفناها، وأنت بتعرف إيه، بس هلا عم بيقولوا انه في شكوى والبلديات مسؤوله عنها. انت جاوبت قبل ما انا اسالك، وهذا اللي عجبني انك انت بالجو انكونا ومتابع. بس اليوم الناس عم بيقولوا انه البلديه بتقدر تخلصنا، بتقدر ما تحرق نفايات، علما الرئيس اللي كان معنا رئيس بلديه الجيه قال انه هي بتقول على حالها، نحن ما عم نحرقها، بالعكس نحن عم نسارع لاطفائها. بل اليوم انت كرئيس للبلديه، مزبوط الحكي لحالها بتولع. هلا اقول لك شغله، في سببين لحتى يولع. اولا نحن كنا عم نجمعها
عم نعمل حل موقت من قال لك بتقيم مثل بقول المثل بقيموا من هون بكبوا هون بنقيم قبال الناس ونحطه بمحل بعيد عن الناس. نعم. لكن انا بجدرة ما في عندي ابدا مشاعات على الاطلاق ابدا ما في عندي في عندي مع انه ها بالمناسبة بدي اشكر رايديننا اللي هن سمحوا لنا نخرج شوي من الارض مين عنده منا ارض حتى نشعل الدولة هونيك مين الارض عني مين قرايبيننا يعني؟ يعني في عندي قرايبيني انا بجدرة قرايبينك انت ايه سمحوا لنا موقتا حتى نحل هالأزمة وهيك صار اللي بدي اقوله انا وبلدية الجية في انه يعني في قسم متداخل بين جدرة والجية نعم اللي بدي اقوله نحن كنا حريصين انه نحافظ على هالنفايات حتى يجي الوقت خلال مدة الشهر على اساس نحل الأزمة حطينا كلس وعم نحط إلى ما هناك حتى ولكن بالأخير هالتجميع هاي في ناس اثنين نعم يحرقوه مرة بتقول على واحدة احنا ليل نهار عم نطفي هالليل لأنه شيء مزعج للناس نعم أكيد مزعج للناس نعم إذا بدنا نقول لا وعم دافع بدي دافع عن حالي ولا دافع عن بلديتي أنا بدي أقول الواقع كما هي نحن البلديات لقرمت هذه القرى النارية عندما لعبنا بوقت منا البلديات متحضرة منا بالبلديات يعني مجهزة حالها لا بأموالها ولا بعتادها ولا بعديدها إنه نستقبل هاي كرة النار أدفوها لعنا الحكومة أبونا لأن سبب نحن أربكنا بهذه الأزمة ما في كان حل إما من حل الزبالة إما من خل الزبالة والنفايات مكومة مثل بيروت عند أبواب الناس وعند منازل العالم هلا خفت ببيروت هلا خفت اذا اخذت الحزميه خفت ما انا عبوب مع الحزميه وعم كسر وين ابونا كله بالطرقات ابونا نعم هلا اللي عم يسمعك بقول ابونا عزي معصب شوي وعم بيحكي بتشنج ليه لا ابدا انا هلا بالعكس انا بتعرف لانه انا شخصيا مزعوج من عن العالم لانه ما في بالعاده بلدية جدرة ولا الأب أز يزعج الناس منك مزعوج من أصحاب الشكوى يعني؟ أعزير هيك أنا أبونا مزعوج إيه؟ عنهم ولا مزعوج منهم؟ أنا مزعوج عنهم لأنه أنا جزء منهم نعم طب شو بدنا نوعدهم هلأ؟ بالختام شو بدنا نوعدهم؟ أنا بدي أقول إن شاء الله تتوصل الحكومة بهلأ بالجهود عم بيبذلها معالي وزير أكرم الشهيد بدنا صلاتك يا أبونا صلواتك كل يوم أنا جدد اعتذاري لكل أهلنا بجدرة والسكين بجدرة حلوة. واللي قاعدين حول جدرة حلوة أنا بعتذر لأنه هيدا شيء مزعج صحيح بس ما عندي عجائب أنا أخوي مؤمن بس ما عندي عجائب اشترع عجائب لحل هالأزمة هيدا وحده شكرا يا ابونا شكرا لك اهلا وسهلا فيك رئيس بلديه جدره بقضاء الشوف الاب جوزيف العزي مع هالاتصال نختم حلقتنا لليوم تنلتقي معكم بكره بحلقه جديده الى اللقاء